أسعد الله مساكم، مرحبا مشاهدي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا إلى حلقة جديدة من البرنامج الشهري مع حفيظ الذي نتناول فيه مستجدات الكرة والرياضة العالمية عموما سواء على الصعيد القاري أو على الصعيد العالمي، وسأتناول أيضا واحدة من محطاتي المهنية كما عودتكم على ذلك. هذه المرة سأتحدث عن الكيفية والماهية ومتى سأتوقف عن ممارسة هذه المهنة، طبعا مهنة الصحافة ومهنة التعليق إن صح الوصف. سنتحدث عن الحدث الكبير الذي صنعه منذ أيام رياض محرز بقيادته لنادي مانشستر سيتي لبلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي منذ نشأة هذه المسابقة، لأول مرة في تاريخ رياض محرز كثاني لاعب جزائري، طبعا بشكل ملفت بعد تسجيله للأهداف ذهابا وإيابا أمام البي اس جي، قبل ذلك في الربع النهائي أمام بوروسيا دورتموند. سنتحدث عن هذا، وسنتحدث كذلك عن الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي تم تنصيبه كما قلنا في المرة السابقة. سنتحدث عن جمال بلماضي المستمر مع المنتخب الجزائري رغم كل الأقاويل والإشاعات التي كانت تتحدث عن رحيله عن المنتخب الجزائري، وتتحدث عن أنه زعلان بين قوسين هكذا قالوا بأن جمال بلماضي غضبان. سأتحدث عن مشروع خطف الأضواء كذلك خلال هذا الشهر اللي هو مشروع السوبر ليج الذي في نهاية المطاف ولد ميتا، ولكن حتى الميت طبعا عندما يولد أو يموت سيخلف أثارا جسيمة. سأتحدث عن البلوغ طبعا المان سيتي نهائي دوري الأبطال، سأتحدث عن إقالة مورينيو من توتنهام وانضمامه في نهاية المطاف إلى نادي روما في آخر الأخبار. سأتحدث عن خصوصية موسم كروي فريد من نوعه، نهايته بالأحرى فريدة من نوعها ربما بسبب تأثيرات أو سبب الأساسي وتأثيرات وباء كورونا الذي انعكس سلبا على الخزائن وعلى الخزائن المالية للأندية، وانعكس على المعنويات وعلى الفنيات وعلى الجماهير وعلى نقص الموارد كذلك بالنسبة للكثير من الأندية. بداية طبعا تكون من رحيل الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم سيد خير الدين زتشي الذي رحل بنفس الطريقة التي رحل بها سابقه، وجاء من يخلفه بنفس الطريقة التي جاء بها هو في سنة 2017، وكأن التاريخ يعيد نفسه. في نهاية المطاف كانت فيه تحاليل كثيرة جدا وكان فيه قيل وقال، ولكن الشيء الأكيد أنه الرجل طلب منه أن يرحل، طلب منه أن لا يترشح مجددا لعهدة ثانية رغم تصويت الجمعية العمومية على حصيلته المالية وكذلك الأدبية. أغلب الظن وأغلب التحاليل تتوجه إلى الحديث عن أن الرئيس الجديد سيكون رهينة بين أيدي أعضاء المكتب الفيدرالي الذين هم ذاتهم أو غالبيتهم هم ذاتهم الذين كانوا في المكتب السابق وساهموا وقاموا باستفزاز الجماهير والإعلام الجزائري لفترة طويلة سواء بممارساتهم أو حتى بتصريحاتهم، لدرجة صرنا لا نعرف من يتحدث باسم رئيس الاتحاد ولا باسم الاتحادية ولا باسم المنتخب، لأنه صار كل واحد، وبعدين صارت فيه تناقضات كثيرة جدا في التصريحات وصار فيه لغط كبير كاد يؤثر على المنتخب ويؤثر حتى على جمال بلماضي. بعض المتشائمين يعتقدون بأن الاتحاد الجزائري على الأقل في الفترة القادمة لن يشهد استقرارا كبيرا ينعكس بالإيجاب على المنتخب الجزائري بسبب أعضاء المكتب الفيدرالي الذين لا يزالوا مع هذا الرئيس الجديد. مقابل هذا التشاؤم في الأوساط الإعلامية وكذلك في الأوساط الجماهيرية وحتى الفنية، غالبية الجزائريين كما تعلمون اطمأنوا لاستمرار جمال بلماضي مع الخضر في وقت لم يتحدث هو تماما لا من قبل ولا من بعد، مجرد فقط بيان نشره على موقع الاتحاد الجزائري في وقت كثر الحديث
باسمه عن رحيله وعن غضبه وعن رفضه للرئيس الجديد أو عن رفضه إقحامه في عملية اختيار الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري. رجل التزم الصمت طيلة هذه الفترة، هو يواصل مهامه بشكل عادي جدا، تصريحات غير مباشرة يوحي فيها بأنه يحضر للخرجة القادمة في تصفية كأس العالم في بداية شهر يونيو. في نهاية المطاف بمناسبة عملية القرعة التقى جمال بالماضي برئيس الاتحاد الجزائري هنا في الدوحة على هامش عملية القرعة، والرجلان جلس 6 ساعات، كان فيه حديث طويل وعريض عن الكثير من الأشياء بين الرجلين، وعادت الأمور إلى نصابها واتفقا على الكثير من الأشياء التي سنتعرف عليها خلال الأيام القليلة المقبلة. أنا شخصيا التقيت برئيس الاتحاد الجزائري بعد عملية القرعة في استجابة لدعوة نائدة سحور قاقمها سفير الجزائر في الدوحة مشكورا، التقيت فيها مع رئيس الاتحاد الجزائري، جلسنا ليس 6 ساعات طبعا ولكن ممكن أكثر من 2 ساعة، قال كلاما كثيرا وقلت كلاما كثيرا. طبعا اللقاء لم يكن مهني، كان شخصي، لذلك ليس من حقي أن أتحدث عن مجريات هذا الحديث بيني وبينه، ولكن ظهرت لدي نوايا جيدة للرجل في أنه بأنه سيدعم الأشياء الإيجابية ويتخلص من الأشياء السلبية، وبأنه سيغير الكثير من الأشياء والكثير من الوجوه، وقد يكون بحاجة إلى وقت. ولم أتردد أيضا في أن أقول له بأنه تقريبا جاء بنفس الكيفية التي جاء بها خير الدين زجي، وهو مطالب بأن يبذل جهد أكبر من أجل إثبات بأنه يستحق أن يكون رئيس الاتحاد، وعدناه طبعا بمساعدته إن تمكن من تحقيق ما يجب تحقيقه في هذه المرحلة بالذات، ووعدناه بأن ننتقده طبعا إذا أخفق، وهو ما لا نتمنى له، خاصة عشية انطلاق تصفية كأس العالم الخاصة بمنطقة إفريقيا في بداية شهر يونيو، والتي يقال حسب الأصداء بأنها ستؤجل لغاية شهر سبتمبر بسبب وباء كورونا المتفشي بشكل كبير جدا في إفريقيا. هذا ربما قد يخلط أوراق منتخب الجزائري والمدرب الجزائري المطالب بأن يلعب مبارتين على الأقل وديتين في شهر 6، مبارتين وديتين يفوز بهما، لأنه ستحسب في نهاية المطاف في ترتيب الفيفا في المستقبل. فالقرار سيتخذ منتصف شهر مايو من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حسب التقارير التي تصله لاحقا. هذا طبعا عن المنتخب وعن رئيس الاتحاد الجديد وعن جمال بالماضي المستمر مع المنتخب الجزائري في وقت الرحلة زتشي مثل ما رحل آخرون، وسيرحل أيضا آخرون كذلك سواء على مستوى الاتحاد أو على مستوى حتى المنتخب الجزائري لكرة القدم، التي عاشت إثرها الجماهير على وقع إشاعات كثيرة طويلة وعريضة في الأيام القليلة الماضية، غضتها بعض الأطراف التي حاولت أن تعكر الأجواء وحاولت أن تستمر على مستوى الاتحاد الجزائري بالقوة، حتى ولو أخذت جمال بالماضي رهينة بين يديها. أعتقد بأنه الشارع الجزائري كان ذكي جدا في التعامل مع الأحداث، وكان فطن جدا، وكان أيضا على علم بالكثير من الخبايا، لذلك كان تجاوبه في المستوى مثلما كان تجاوب وسائل الإعلام كذلك في المستوى، خاصة وأن كل شيء على مستوى المنتخب الجزائري لكرة القدم يسير في ظروف حسنة، وكل شيء جاء أيضا في ظروف ضيقة جدا لا تسمح بالتهاون ولا تسمح أيضا بتعطيل عجلة المنتخب الجزائري عشية انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 وعشية موسم ستكون نهايته مع كأس العرب فيفا 2021 هنا في قطر،
بالإضافة إلى محطات أخرى مهمة جدا بالنسبة للكرة الجزائرية. الحدث طبعا خلال شهر أبريل صنعه كبار القوم في لعبة كرة القدم، وهكذا أطلق عليهم في الفترة الأخيرة، حيث اهتز عالم الكرة في أوروبا وفي العالم ككل على وقع مشروع جديد قلت عنه في البداية بأنه ولد ميتا من طرف كبار القوم في أوروبا الذين باغتوا العالم. نعم، باغتوه في التوقيت مش في الفكرة، لأنه فكرة كانت موجودة منذ سنوات طويلة جدا، ولكن لا أحد كان يصدق بأنها ستتجسد أو ممكن أن تبعث على الأقل على الساحة الجماهيرية وكذلك الإعلامية. قلت باغتوا العالم بفكرة مشروع مسابقة جديدة، وهذه المسابقة تديرها هذه الأندية المؤسسة، تدير عليها أموال كبيرة جدا تعوضها الخسائر التي تكبدتها خاصة في السنتين الماضيتين، والتي بلغت ملايير الدولارات، والتي جعلت فريق من حجم برشلونة مثلا يتعرض ليعاني من ديون تفوق المليار يورو، ريال مدريد حوالي 800 مليون يورو حتى أبقى فقط في هذين الناديين الإسبانيين. الفكرة كما قلت كانت مفاجئة جدا بالنسبة للرأي العام، ويقال أيضا بأنه لم يتم التحضير لها بشكل الكافي، ولا تهيئة الجماهير والإعلام والأسرة الكروية العالمية تهيئتها وتحضيرها لمثل هكذا مشروع، وبالتالي لم يكونوا يتوقعون مثل هكذا رد فعل خاصة من جانب الجماهير، الجماهير التي صنعت الفارق في الحكم على هذا المشروع بالموت. شفنا أيضا ردود فعل كانت حكومية في بريطانيا وفرنسا، شفنا ردود فعل الاتحادات المحلية، شفنا ردود فعل بعض النوادي التي لم يتم اختيارها ونوادي عريقة كذلك ضمن هذا المشروع، شفنا ردود فعل كذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي كانت ردود فعله قاسية جدا وفيها الكثير من التهديد والوعيد، شفنا أيضا تدخل الفيفا التي أشارت إلى إمكانيات معاقبة الأندية ومعاقبة اللاعبين الذين يشاركون في هذا السوبر الأوروبي. طبعا في نهاية المطاف الضجيج دام لمدة يومين أو ثلاثة، سكت بعد ذلك الجميع أو بالأحرى تراجعت الكثير من الأندية الكبيرة، بدأت تتراجع وتعلن انسحابها. لم يبقى لحد الآن سوى ريال مدريد والبارسا ويوفنتوس، تقريبا صعب جدا أنهم يعلنون فشلهم. أنا سمعت فلورنتينو بيريز زعيم المشروع يقول المشروع لم يمت، سيعود يوما، هو لم يحدد لا موعد ولا تاريخ، يقول بأنه سيعود يوما، ولكن أنا أتصور بأنه سيكون من صعب جدا أن يعود مشروع مثل هذا في القريب العاجل على الأقل. ممكن تحدث هزة كبيرة على الصعيد الأوروبي في كرة القدم العالمية حتى يعود مثل هكذا مشروع، أو تعود ملامح مشروع يشبه هذا الذي يريده كبار القوم في أوروبا، ولكن الأكيد أن التداعيات كانت كبيرة وستكون أكبر أيضا على تلك النوادي، وكانت أيضا كبيرة من طرف الحكومات ومن طرف الجماهير على كل من تجرأ لكي يقرصن أو يختطف كرة القدم من جماهيره ومن أنديته كلها التي تشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يراد لها أو أريد لها أن تكون خاصة بكبار القوم فقط ولا يتنافس عليها الصغار. ولو أنه دوري أبطال أوروبا تبقى منافسة يتوج بها الكبار، يشارك فيها الكبار والصغار، ولكن يتوج بها الكبار. لو نرجع للتاريخ، العام الماضي البايرن، العام اللي قبله ليفربول، هذا العام قد يكون مانشستر سيتي أو الريال أو تشيلسي، فمعناه أن الكبار دائما هم الذين يفوزون بلقب دوري أبطال أوروبا، والكبار هم الذين يصلون إلى المربع الأخير ويصلون إلى المباراة النهائية. رياض محرز أكد مجددا بأنه من طينة الكبار بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعرض لها منذ انتقاله من نادي ليستر إلى فريق مانشستر سيتي في بداية 2018، تذكرون الصعوبات التي وجدها في ظل أرمادة كبيرة جدا من اللاعبين المتميزين، لأنه لا يجب أن نأخذ رياض محرز بمعزل عن هذه الأرمادة الموجودة واللي فيها
أسماء كبيرة جدا، تعتبر منتخب في حد ذاته وليس مجرد فريق، لأنه فريق مشكل من خيرة اللاعبين على الصعيد الأوروبي وحتى العالمي، سواء من أمريكا الجنوبية بغابرييل جيزوس وبأغويرو إلى أوروبا بكيفن دي بروين، برناردو سيلفا، غوندوغان، روبن دياش، رحيم ستيرلينج، فودان وغيرهم من اللاعبين المتميزين. رغم ذلك رياض محرز اللي نقول عنه بأنه صبور وشجاع ومهاري، صاحب مواعيد كبرى وصاحب كنترول يسوى مشاوير لاعبين، وصاحب تمريرات أيضا تسوى مشاوير لاعبين آخرين، وصاحب مخالفات أيضا فريدة من نوعها، وأهداف في لحظات حاسمة أيضا فريدة من نوعها. رياض محرز طبعا صنع الحدث، وكان مش هو السبب لوحده، ولكن كان عامل من عوامل تألق ونجاح فريق مانشستر سيتي لتخطيه للدور النصف النهائي. تذكروا السنة اللي فاتت خرج في الدور ربع النهائي رياض محرز كان في كرسي الاحتياط، وكانت مباراة سيئة جدا بالنسبة لبيب غوارديولا الذي يتحمل مسؤولية الإخفاقات الأخيرة بالنسبة لمانشستر سيتي في ربع النهائي أو في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب خياراته الفنية. هذه المرة الخيارات كانت عادية وطبيعية جدا بالنسبة لوسائل الإعلام، لأنه خيار إبقاء رحيم ستيرلينج في كرسي الاحتياط كان بالنسبة لنا أمر عادي. ومحرز صنع الفارق في انتظار مشاركته في المباراة النهائية، ولما لا تتويجه ليصبح ثاني لاعب جزائري يتوج أو أول لاعب جزائري يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا منذ سنة 92، وثاني لاعب إذا حسبنا تتويج رابح ماجر سنة 87 بأنه تتويج بكأس أوروبا للأندية البطلة، لأن هناك اختلاف بين كأس أوروبا للأندية البطلة واختلاف كذلك بين دوري أبطال أوروبا. قلت بأن رياض اختفى الأضواء، الصحافة البريطانية والصحافة الفرنسية تحدثت عنه كثيرا، مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وفي أفريقيا وفي العالم العربي وفي إنجلترا وفي فرنسا أيضا صنعت الحدث الكبير جدا. أتمنى رياض محرز أنه يبقي على تواضعه والتزامه ويبقى تبقى أرجله على الأرض، ولو أنه صعب جدا أي واحد فيكم أو فينا يبلغ هكذا تألق وتميز أنه يعود يرجع إلى الأرض. إن شاء الله نتمنى له العودة القريبة بالتوفيق طبعا في نهائي دوري أبطال أوروبا بالنسبة لرياض محرز وفريق مانشستر سيتي. موسم أوروبي بالنسبة لمحرز كان متميز، موسم أوروبي بالنسبة لنادي مانشستر سيتي كان متميز بتتويجه بلقب الدوري قبل الأوان، تتويجه بكأس الرابطة، بلوغ نصف نهائي كأس إنجلترا، بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا. كان متميزا أيضا في الصراع من أجل التوب فور والمكانة ضمن الأربعة الأوائل المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. متميز في وضعية ليفربول الذي صاحب المركز السابع في صراع متواصل ومستمر من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وليس من أجل التتويج باللقب. طبعا ما عدا السيتي ويونايتد البقية كلهم ينافسون على المركز الثاني، صراع كبير، تشيلسي، ليستر سيتي، ليفربول، حتى ويستهام وإيفرتون وتوتنهام كلهم ينافسون على هذه الأماكن. لذلك أقول بأنه كان موسم متميز في إنجلترا، مثل ما هو متميز أيضا في إسبانيا التي لأول مرة منذ سنوات طويلة جدا الصراع الرباعي من أجل التتويج بلقب الدوري. كنا زمان دائما ننتظر صراع ثنائي بين برشلونة وريال مدريد، مرة بارسا ومرة ريال مدريد، وكأنهما يتفقان فيما بينهما على من يتوج كل موسم. هذه المرة دخل في صراع أتلتيكو مدريد ودخل نادي إشبيليا قبل أربع جولات من نهاية الموسم، حظوظ وافرة لنادي أتلتيكو مدريد للتتويج باللقب غاب عن خزائنه منذ أكثر من سبع سنوات، حظوظ كذلك بالنسبة لنادي إشبيليا لصناعة المفاجأة لإحداث المفاجأة في سنة مختلفة ومتميزة جدا، وفي ظرف أيضا متميز جدا. عندما أقول ظرف متميز جدا أتحدث عن الظرف الصحي الذي كانت له تأثيرات كبيرة جدا على كل شيء. عندما نتحدث عن إنجلترا وإسبانيا يجب أن نتجاوز هذا الذي حدث في إيطاليا لأول مرة منذ تسع مواسم، فريق يوفنتوس مسيطر على الدوري ليأتي الإنتر بمدرب كونتي
ليخطف اللقب من نادي يوفنتوس الذي لم يضمن حتى مركز ضمن الأربعة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. إن حدث هذا الأمر وغاب يوفنتوس وغاب ليفربول سيكون أمر مفجع وأمر مفاجئ وأمر كارثي بالنسبة لليوفي وليفربول ولعشاقهما وللكرة الأوروبية بالدرجة الأولى. الإنتر صنع الحدث في إيطاليا باستحقاق قوية وصعبة جدا بالنسبة للدوري الإيطالي لهذا الموسم الذي حسمه الإنتر. ما ميز شهر أبريل كذلك هو إقالة جوزي مورينيو. طبعا هو ليس أي مدرب والأمر لا يتعلق بأي نادي، الأمر يتعلق بمدرب أقيل بعد 17 شهرا من تواجده على رأس نادي توتنهام. هذا الأمر يحدث لأول مرة منذ 20 سنة أن مورينيو يقال، كان يقال من دون أن يحصل على أي لقب، وقيل ثلاثة أو أربع مرات. ونقول لكم كم هي الفوائد التي جناها من إقالاته المتواصلة. قلت لأول مرة منذ 20 سنة يقال من نادي لم يحصل معه على أي نادي منذ عهد، على أي لقب منذ عهد بنفيكا. ولكن هذا الرحيل أكسبه 40 مليون يورو، مثل ما كان يحدث في كل مرة عندما يقال. نتذكروا لما أقيل من الريال كان نصيبه 20 مليون يورو، عندما أقيل من تشيلسي في المرة الثانية كان نصيبه 23 مليون يورو كتعويضات على الإقالة، عندما أقيل من مانشستر يونايتد في آخر مرة أيضا كان نصيبه 25 مليون يورو. يعني حصيلة الإقالات التي تعرض لها الأربعة في مشواره تقريبا أوصلته إلى الاستفادة من حوالي 100 مليون يورو جوزي مورينيو. يعني دليل على أنه فعلا سبيشيال وان، سبيشيال وان عندما يكون موجود في كرسي الاحتياط، وسبيشيال وان حتى عندما يغادر، والدليل أنه يتحصل على 100 مليون يورو من التعويضات وهو في خبر كان. طبعا هذه التعويضات التي نالها مع فريق توتنهام تتوقف بمجرد أن ينضم إلى أي نادي. نعرف بأنه ابتداء من شهر جويليا سينضم إلى فريق روما في مفاجأة غير متوقعة تماما. الناس كانت تعتقد بأنه سيبقى في إنجلترا، الناس كانت تعتقد بأنه على الأقل سيذهب إلى فريق في إسبانيا أو في إيطاليا وحتى في ألمانيا أكبر بكثير من نادي روما، ليعاني من ظروف مادية صعبة كثير. لا أدري كيف سيفعل معهم جوزي مورينيو، ولكن الأكيد أنه بقاؤه في وضعية بطالة لن تدوم طويلا، وسيعود إلى الواجهة من بوابة نادي روما في إيطاليا الذي صنع فيه الحدث طبعا منذ أكثر من 10 سنوات مع الإنتر عندما فاز بتلك الثلاثية التاريخية التي تبقى في الأذهان. كانت مفاجأة إذن انضمام مورينيو إلى نادي روما. طبعا الوجهة ستكون بالنسبة لعشاق روما إلى الدوري الإيطالي في الموسم المقبل بإذن الله. هذا تقريبا أهم ميزة الساحة الكروية الأوروبية على العموم. في انتظار مواعيد أخرى ستكون خلال شهر مايو مع نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي اليوروبا ليج، مع انتهاء الموسم الكروي الذي قد يبتسم لأول مرة لنادي إشبيليا منذ سنوات طويلة جدا، لأول مرة بالنسبة لأتلتيكو مدريد منذ أكثر من 8 سنوات. في إنجلترا عرفنا الوجهة، في ألمانيا كذلك، في فرنسا ما زال الصراع كبير جدا أيضا رباعي لأول مرة منذ سنوات طويلة جدا، حيث نجد ليل، نجد باريس سان جيرمان، نجد ليون، وكذلك نجد موناكو. كل هذا الذي حدث أعتقد بأنه كورونا بطريقة مباشرة، تفشي وباء كورونا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كان له تأثير كبير على هذا الذي يحدث. طبعا إلا ما يفعله رياض محرز كفرت، لا أعتقد بأنه بتأثير كورونا، ولكن بتأثير ثقة كبيرة في النفس وصبر جميل قادر رياض محرز لكي يفعل ما فعله. طبعا هذا كل ما أردت أن أقوله عن شؤون الكرة في شهر أبريل، في انتظار مستجدات أخرى شهر المقبل بإذن الله. في النهاية حبيت نتكلم على خصوصياتي في ممارسة المهنة. في كل مرة كنت أجيب على واحدة من التساؤلات، هذه المرة سؤال وصلني على الطائر، وكأنه واحد من الإخوة أعتقد بأنه سئم من مش الحقيقة يعني.
ويريد أن يتخلص مني في مجال مهنة الإعلام، فقال لي من باب الفضول حفيد متى يتوقف حفيد عن ممارسة المهنة، يقصد مهنة التعليق أو ممكن يقصد مهنة الإعلام بصفة عامة. طبعا هي مهنة لا يمكن للإنسان إذا كان في صحته أنه يتوقف عنها. مهنة إبداع صعب جدا أنه مهنة إبداع وموهبة صعب جدا أنه الإنسان يتوقف مدام صحته موجودة. أنا ممكن أتوقف عندما أصاب بالملل، عندما أشعر بأنني لم يعد بإمكاني أن أقدم المزيد. إذا توقفت قد أتوقف عن تعليق، ممكن بعد مونديال 22 أقول ممكن، ولكن ممارسة المهنة صعب جدا أن الإنسان يتوقف عن ممارسة مهنة يعتقد بأنه ولد من أجلها، سواء كتابة أو على مستوى الإذاعة أو على مستوى التلفزيون، لأنه الجميل فيها أنه ترية وفيها أنواع مختلفة جدا. إنسان لا يمكن أن يحصر نفسه لما تكون عنده قدرات، طبعا لا يمكن أن يحصر نفسه في مجال معين، وهذا هو الذي يقودني إلى تذكير الإخوة من الجيل الصاعد من الإعلاميين بضرورة التخصص، أي نعم، ولكن ضرورة أن تكون لديك قدرات في الخوض في مجالات مختلفة، خاصة في هذا العصر، عصر السرعة وعصر ظروف المادية صعبة بالنسبة للمؤسسات الإعلامية، والتي قد تفرض أنه قد تضطر إلى البحث عن إعلامي يكون متكامل، عن إعلامي شامل، يعرف يقدم ويعرف يعلق ويعرف يعمل مراسل ويعرف يعمل تقارير ويعرف يحرر. فالتوجه راح يكون نحو هذا، لذلك أنصح الجيل الصاعد من الإعلاميين بأن يتوجه نحو، لا أقول نحو الكمال، لأن يعني كل واحد فينا عنده قدراته وإمكانياته، ولكن يتوجه نحو المساس بمختلف الاختصاصات حتى تكون الحاجة إليه أكبر وأكثر. فأطمئنه ما دمت في صحتي فلن أتوقف، ما دمت لم أصاب بالملل فلن أتوقف. قد أتوقف عن التعليق بعد مونديال 2022 في قطر، ولكن سأستمر في ممارسة هواية وموهبة ومهنة أعتقد بأنها كان لها الفضل الكبير جدا في أنها تصنع جزء من شخصيتي. هذه مجرد تقديرات ورد على سؤال وصلني هكذا على الطائر من حجم كبير من الأسئلة. المرة القادمة سأرد على سؤال آخر أو أسئلة أخرى. موعد بكم يتجدد بعد شهر من الآن في موعد مع حفيد الدراجي. شكرا لكم وكل سنة وانتم طيبين. عيدكم سعيد.